بصراحة أنا هسرحها. أنا هسلمها. سألها ملا، أنت بتحبيني صح؟ بحبك جدا، بس زي أخوي. أنا هسرحها بقى. اسمع، رحاب بتحبني؟ بحبك قوي، بس برضو زي أخوي. يلا بينا. معلش، ما أنا آسف، كنت شخص. لا عادي، ولا يهمك. ثانية كده، الواد ده أنا عارفاه. آه والله، جارنا اللي في الدور الأخير. 35,000 جنيه ازاي؟ استغفر الله العظيم يا بنتي، عمال ادور مش لاقي سوبر ماركت هنا. طب استني كده، بقول لك لو سمحت. اتفضلي. ما تعرفش فين السوبر ماركت اللي هنا؟ بصي، هو في سوبر ماركت على اول الشارع، ممكن تروحي تشوفيه بعدين. الولد ده انا شكلي عارفاه، بس شكله عسل قوي. بقول لك صحيح، جيكا كلمني وقال لي هو لسه بيحب. مالك، فكك بقى من الحوار ده، متكلميش في تاني. بعدين سيبيني بقى في اللي انا شفته النهارده ده. وانا كمان برضه شفت واحد النهارده، ما كنت بكلمك في الموبايل وقلت لك استني اساله على السوبر ماركت. بس انا وليد كمان كلمني وقال لي لو لسه بيحبك. لا لا، ما تجيبليش ستريت ده، خليني بس في الولد اللي انا شفته سالته على السوبر ماركت. شكله جارنا على فكره. مالك، اوعى يكون نفس الولد. شيكا، انا مش قاعدين هنا، عارف انت هتقول كده. تعالى نسلم. تعرفي ايه؟ ايه يا عم، ايه ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا وليد؟ في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش، هو ده صاحبكم؟ احنا جاي من البلد وكده، وجاي يدرس وقاعد معانا في الشقه. طب احنا هنمشي احنا بعد ما نتفضل. مفيش فايده يا عم، مش عارف اعمل ايه. بقول لكم ايه، هم مين دول؟ هي دي اللي انا بقول لك عليها، البنت اللي انا بحبها دي. انا في انت مالك في وشك اتخطف كده ليه؟ مفيش حاجه، يلا نمشي. جيكا. نعم. هو انت فين؟ انا عند البيت اهو، رايح البلاي ستيشن. بلعب فين؟ طب ينفع تيجي عشان عايزاك ضروري؟ طب تعالى لي، انت عارفه البلاي ستيشن، تعالى قدام البلاي ستيشن انا هطلع. تمام. ايه وليد؟ ايه ده؟ ايه يا مالك؟ هو انت فين؟ انا في البلاي ستيشن. طب استنى، انا جايه. تعالي تنوري. في ايه بقى؟ انا قلت في حاجه مهمه. بص بصراحه، انا عايزه اسلام صاحبك ده في موضوع. في ايه يا رحاب؟ عايزاه بس في موضوع، بس يكون لوحدنا. لوحدكوا؟ اه. الاقيه فين؟ هتلاقيه عند البلاي ستيشن. تمام. بس انت عايزه اسلام في ايه برضو؟ مش فاهم. عشان المحاضرات والجامعه، وكنت عايزه اخد منه ملازم وكده. طيب، وانا سبته عند البلاي ستيشن انا وجيكا، عشان طالما اللي حابه برضك عايزه جيكا. بجد؟ طيب حلو قوي، يلا باي. في ايه بقى؟ انا قلت في حاجه مهمه. بص بصراحه، انا عايزه اسلام صاحبك ده في موضوع. في ايه يا رحاب؟ عايزاه بس في موضوع، بس يكون لوحدنا. لوحدكوا؟ اه. الاقيه فين؟ هتلاقيه عند البلاي ستيشن. بقول لك ايه، انا وهي اخوات، مش هنخسر بعض عشان ولد ابدا. بالزبط. بس دلوقتي احنا الاثنين معجبين بيه، بس انا احمد بيحبك بس انا ما بحبوش، وانا وليد بيحبك بس انا ما بحبوش. ها، طب انا مش فاهم اعمل ايه. هتختار مين فينا؟ اوف يا جدع، احنا مش عايزينك في الشقه معانا تاني، ولا عايزين نشوف وشك تاني. في ايه يا جدعان، عملت لكم ايه؟ عشان انت من الاخر كده صاحب خاين، بصيت لصاحبك، بصيت لصاحبك في البنت اللي هي بتحبه، وانا نفس النظام. مش انت مش جدع؟ فمعلش، مش عايزينك تاني. طب بصوا، انا هفهمكم حاجه بس. على فكره، انا عايز اقول لكم حاجه، الاثنين انتوا بتتكلموا عليهم دول اخواتي، دول شالوني في الغربه، يعني انا مسافر وقاعد عندهم وشالوني فوق راسي وما اعمل معاهم كده. بقول لكم ايه، بصوا، وليد قال لي اللي هو بيحبك، وانت جيك قال نفس الكلام، ما ينفعش اللي انتوا بتقولوه ده، دول اخواتي. عارفين انتوا كنتوا تدوني فرصه بس افهمكم كل حاجه. بصوا، انا هعمل لكم فجر، هتشوفوا دلوقتي. عد بس لحد ثلاثه. 1 2 3. احمد، انا بحبك واسف على اي حاجه عملتها معاك، انا مش لاقي حد يحبني زيك. وانا برضه يا وليد بحبك، عمري ما لاقي حد يحبني زيك. ها، زعلش مني يا استاذ، حقك علينا.